معنا اتصال احمد من اسكندريه. اهلا بحضرتك يا استاذ احمد. اهلا بك، السلام عليكم. عليكم عليكم السلام السلام، ورحمه الله وبركاته. اخبارك يا دكتور؟ الحمد لله يا فندم، اتفضل. عامل ايه؟ بخير الحمد والله لله. انا عندي وزن زياده جامد، وعايزك يعني تديها عندك ايه يا مثلا فندم؟ نظام عشان نمشي عليه، لان انا عندي وزن كبير قوي وزن قوي، يعني زائد. انت حضرتك سنك قد ايه يا استاذ احمد؟ 135 كيلو. 135 كيلو، كتير قوي يا استاذ احمد. بصراحة أنا عارف إن هو كتير، بس طبعا شغلي ما في راحة شوية، فالواحد ما برضه ما بنعرفش نظبط نفسي في الأكل وكده يعني. طيب انت حقيقة عمرك قد ايه يا استاذ احمد؟ سن حضرتك قد أنا ايه؟ 24 سنة، 24. صغير يعني، صغير؟ لا لسه صغير والله. ربنا يديلك الصحة. ما بتمارسش اي نوع من الرياضة او ما بتمشيش او اي حاجة؟ والله المشي يعني عرفت نمشي، بس يعني الحركة في شغلي بطيئة شوية، لأن أنا شغال ترزي أساسا، في شغلتي خفيفة تمام، ماشي. اجاوب عليك يا بالساعة، استاذ احمد، حاضر. قاعد يا واقف. اجاوب عليك ماشي، يا فندم، حاضر. اتفضل شكرا يا فندم، لحضرتك أستاذ اتفضل أحمد، مع السلامة. اتفضل. طبعا استاذ احمد، يعني لو حسبنا البودي ماس اندكس او معدل كتله الجسم عنده، هيطلع طبعا المؤشر عالي جدا، يمكن ما بين 30 ل 35، ودي طبعا احنا بنسميها يعني مرحله متقدمه من السن او سمنه يعني عاليه شويه. فطبعا هو استاذ احمد هيبتدي، يعني نصيحتي ليه الاولانيه ان هو يعني بحكم شغلته لازم يبقى له برنامج رياضه او برنامج حركي لا يقل عن ساعه يوميه، يعني ده رقم واحد او اكتر حاجه، بغض النظر عن وصف برنامج غذائي له. الرياضه بالنسبه له طبعا هتبقى هي رقم واحد، تبتدي نعمل بنسميها يعني تفاوت في معدل اللي هو الانرجي اكسبندشر او معدل فقد الطاقه عنده، وبالتالي الجسم يبتدي يتحرر. يعني هو حتى لو ما بياكلش كتير، كمان القعده لفتره طويله خاصه مهنته 12 او وات ايفر 10 ساعات، عظيم. ده كافي جدا ان هو يعني جسمه اي حاجه ياخدها يحوشها بصوره تلقائيه. فاحنا بنقول دايما الحركه، هو طبعا لسه صغير ربنا يديله الصحه، وحتى لو كبير سنا الرياضه ما لهاش سن معين، يعني لحد 80 90 ما فيش اي مشكله تماما. المشي برضو مهم. المشي فهو دايما هنقول هيتعود على برنامج حركه قبل ما يروح شغله، يمشي على الاقل 45 دقيقه بصفه يوميه، يهتم جدا بشرب الميه، ينوع زي ما قلنا في الوجبات، يفطر ويتغدى ويتعشى 3 مرات يوميا. بلاش دايما يعني ياكل وهو حتى في شغله، يعني المفروض يعني ياكل يمشي لمكان تاني، يعني يروح ياكل في مكان تاني وبعدين ده يوظف المشي برضه في خلال اليوم. السلطه الخضراء بالنسبه له هتبقى مهمه قوي، عصير الفاكهه من غير سكر بالنسبه له هيبقى مهم جدا. الحاجه التانيه ما يقعدش فتره طويله جدا ما ياكلش فيها، يعني مثلا ما يفطرش وبعدين مثلا 8 او 9 او 10 الصبح وبعدين يتغدى 6 او 7 المغرب. الفجوه او المسافه الكبيره دي كلها الجسم برضو يعني بيتحول لحاله داخليه كده بنسميها برضو المجاعه الداخليه، ويبتدي يحصل عنده بنسميها يعني حرمان داخلي، وبالتالي اي وجبه هياخدها الجسم هيحوشها بصوره عنيفه جدا. فبنقول دي نصايح عامه بشكل عام. بالنسبه للبرنامج، هو ممكن يمشي على برنامج سهل جدا، يعني ممكن ياخد مثلا بيضتين مسلوقين الصبح مع نص رغيف، وفي الغداء طبق سلطه خضراء وعلبه تونه من غير زيت مع رغيف سن، وفي العشاء زبادي وفاكهه. وان كان البرنامج لازم يتغير على حسب الوزن بتاعه وعلى حسب طبعا استجابه جسمه، وما انصحوش طبعا ان هو ياخد اي اعشاب او اي حاجه من غير وصفه دكتور. يعني معانا تليفون تاني الاستاذ سعد، اهلا بحضرتك معانا، اتفضل يا فندم. ماشي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله عليكم وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام، السلام، ورحمه الله وبركاته. لا اتفضل يا دكتور. حضرتك اتفضل يا فندم. انا وزني كان، انا كان وزني 152 كيلو. تمام، 152 كيلو ما هو كتير قوي يا رحت استاذ سعد. الدكتور دايت. تمام، معلش الخط قطع يا استاذ سعد، حاول تكلمنا مره تانيه. تمام. ويعني نقول دايما الرجيم برضو بيعتمد على الاراده. تمام، ده رقم مهم، واحد طبعا، مهمه جدا رقم واحد الاراده طبعا. وكمان النجاح المستمر اللي بيقدمه لنا الاستمراريه. تمام، ده بيشجعنا اكتر. تمام، الناحيه المعنويه دي مهمه جدا. تمام، احنا بنقول دايما يعني اي حد بيبقى عايز يوصل لحاجه بيوصل لها طبعا بالاسباب وطبعا بتوفيق ربنا في الاول وفي الاخر. يعني احنا بنقول دايما هو الرجيم منظومه، ومنظومه عمل جماعي بتبتدي من الشخص نفسه، ان هو بيبقى بنسميها يعني عنده الحافز او الدافع ان هو يوصل للوزن المثالي، وبتبتدي طبعا بيبقى لها يعني دور الدكتور طبعا لازم يبقى كوبرتيف او متعاون جدا او متفاهم طبيعه وسيكولوجيه المريض اللي قدامه، ويدعمه ويحفزه، يعني دايما ما يبقاش دايما يقابل طبعا، لازم سياسه الترغيب والترهيب، بس ما يقابلش دايما بتعنيف او برفض او بلوم او الكلام ده كله. والحاجه الثانيه طبعا من اكثر الحاجات اللي بتنجح موضوع الاسره، يعني الاسره لها دور كبير جدا في نجاح البرنامج الغذائي، ان هم يساعدوا الشخص ويحاولوا يدعموه. يعني
احنا طبعا سعداء جدا بحديثنا مع حضرتك النهارده يا دكتور محمد، استفدنا الحقيقه جدا. نتمنى يكون كمان الساده المشاهدين كلهم استفادوا وينفذوا النصايح، وباذن الله يتمتعوا دايما بوزن وصحه جيده. بنشكر حضرتك جدا دكتور محمد خيري، وبشكر كمان كل اللي اتصلوا بينا النهارده في حلقتنا من هي ورياضه، وكل اللي تابعونا، والى اللقاء.